اها اتس سايبر كثره الكلام وكثره الكايب اكره كثره النساء اكره كثره التعليق اكره الشماته واللقافه والعباطه وسبب فريد الامور لانها عن الرجال ما تليق من يومي وانا كذا في الكلام احبك نظامي كلمه ورد خطاها من غير ما اتذكر ترى كلام كلمه قلب وقلبي ما تليق كلامك لا يكثر لجل لا تكون سفيه شوف شيء معروف اي واحد مكتب وشايف نفسه بالدقية يحب يتكلم كثير والمصيبة 99% من كلامه بكشف خش متية والمتية ما تاخذ منه غير علم من الغال لو بتكلمني حط في بالك قبل تبدا كلامك لا يقدر على طول عد الزبده لان لو كلامك يكثر وحسيتك برضه بقلب عليك سعد وفي شرفك انا راح بجرب يجي اسمعي يا واد اسمعي يا بنت اسمعني يا عم مهما كانت جنسيتك افتخر بيها ولا تهتم كلنا بشر وكلنا نموت يعني كلنا في نفس المقام لا يضحك عليك حد ويقول انك واطي وبن حرام مولود في مكة رض الحرم من بلاد نجد مجر ربي خالقني اسود البعض يقول لي عبد هي الهرجة عبقة منها تتعلق بالحسد عندي حاجة هو سنين يدور عنهم ما وجد تافه انعم تافه دا منه يبغي الاذية ما قدر انه يهز شعره قام يلجأ للعنصرية هذا حده وحد كل انسان واقع عنصر ابن الذين ويبي يرد ايام الماضي يو شكرا مان اي شكرا وي قوية دي ربي خالقنا كنا بشر ربي خالقنا كنا بشر وكنا سواسية أنعم علينا بنعمة العقل أقول لك أرسل لي هذا اللي بتناديه أنت كل مصر أوكي أبشر أبشر هذا جني جني عارف أدعك البرة تجي ما أدري ربي خالقنا ربي خالقنا كنا بشر كنا سواسية أنعم علينا بنعمة العقل والعافية غصبا عنك لو كنت أمريكي أو من استراليا تستنشق نفس الأكسجين اللي في قارة آسيا أيوة فين لقيا يجي يا مان عربي غلق ترى اصلي مان اصلي هندي حرقنا يا شباب والله انا بس كويس مو فوق والله بنجيت انا ماني راب هذا جايزي هذا حتخش على فيسبوك يا بيتر ريكوجنايز ذس جوكر رايت ذير جوكر جوكر جي ار يا بيتر ريكوجنايز جوكر جي ار واتس اب مان يي هالو امريكا هادي هادي قصه الزمان اللي انا وانت فيه نحكي فيه بكل امان وانت قاعد مادد يدك كده بكل استسلام اسمع مني ذا الكلام زمان لما كانوا يقولوا كان واحدة زي اي واحدة عايشة في الهزام لكن قبل ما احكي برفع يدي واحلف اليمين كله اصلا عايش نفسه هنا يمسح الجبين لكن مين هاي مين ما حد عارف يفكر من يسار لليمين كانوا لما يقولوا كانت كده يوم تفكر يوم تقوم للصلاة تجيب الورقة تبدأ تكتب بالتكبير وبسم الله تغمض عينها تحاول ترجع فكرة للوضوء تحاول تبحث تسأل أي واحد يمد يدي ويلقطوه أبانا من زمان حفظوه طبقوه من صغري لما كبرنا هم إلزموه داوموه كانوا لما يقولوا كانت في ليلة عيد وكله هنا هايم هايم جرة تويت من جدة للمدينة من جديد تحاول تحفر في عمق مين تحاول تحفر في عمق جبل ولا لأبعد مين للحضيض من يعيد واللي يزيد وكله يحاول يا ايه فينو برادك روح ايش عجار شوف اوكي تشيك اوت يلا بالله ركزوا دلوقتي يا شباب يا ايه مان هذا شرد من بطني ينادي خد برادك تشيك اوت تشيك اوت الرز اثر ترى خلاص يبغى الرز الرز يا شغل تمام لو انك ولد امير ومين الحور العين راضع هذه حياتك وانا ليها ابد ماني طامع مثل النبات تذبل كل ما قال عنك الري حياه الرفاهيه والترف عندي ما تسوى شيء ممكن اظن اني اتفلسف او اني صار حقود وانا مؤمن بالله وراضي باللي انكتب او ممكن ربي اعطاه وقابلت فضله بالجحود احسك وقح لدرجه انك تبي تعرف السبب اوكي أبيك تركز في كل من عنده ثروة أسرف لدرجة أن القصص عنه صارت تروى يوم تزول النعمة يدعي وربي ما يستجيب حتى لو أنه طاف البيت ودعا بالصفا والمروة واي أي نعم واي السؤال يقول ليش الكل شيء نظامه بصراحة ولا تيام الضيش أمثلة تدل على وقاحة الإنسان نفسك ما ترضى تقدم جميل وتلقى الإكرام الانضام أنك تعيش في ثراء سيارات وفلوس تتصرف فيها كيف ما تشاء وبلا عناء ربي يحولها لا هبا فتصير حالة استثنائية بالنسبة للأطباء مثلك أنا أحسن عليه لأنه إنسان شقي وهني بليس لأنه أفضل مثلك بكلام غير منطقي تخيل ألم وصدع ناتج من بعد ألم في الدرس دائم يصيب أمثالك يوم ما يبقى لهم فلس استمر زي ما أنت بتعيش في عالم ما فيه إنصاف آخر المطاف تكتشف إنه السبب والإسراف
سبب الخلاف انك جاحد مردد بالاعتراف بتندم يوم تكون محمل على اكتاف لو تاخذ كل الحروف وتحولها الى جمل لجل توصف مصير محتم بدون اي نقاش بتكتشف انك ما بتاخذ معاه غير العمل اعظم انسان ترك الدنيا ومعاه قطعه قماش I'm the first like Muharram. The supper. I'm leaving because you're always suffering. يقول لك يا ربي أنا أسجد فيك وروحي كل ليلة تحت ماك تناجيك حياتي كده حلوة كل حاجة فيها أحلى أي غنوة تصبر ليها ترضى بيها ازداد فيها قوة مد يد لقلبك واعرف مين جنبك واعرف مين هدك واعرف مين حفظك من الشرور وحده ربك مد يد واطلع للنجاح المفتاح إنه لما تبدأ تبعد عنه ما ترتاح عيش حياتك زي ما تبغى بس لا تبعد هذا مو كلام هذا كلام مجرب الحياة لا يمكن يجي يوم وتهينك لما تتأكد إنه كتاب ربك دوم في يمينك How do you feel? I asked them that question already. So, Abad, congratulations. We love you. How do you feel that your family, your friends, you're starting your a new page this year? Well, it's so great to see you. Thank you all, everybody. You see, I try to tell my dad that, and he wants to, like, split the house. And he's like, you and your wife will live in the next door. I'm like, no way. If I have a wife, I'm leaving the house. But yeah, okay. We love you. Let me continue what I started before. Okay. Okay. So great to say thank you all for coming in. I just want you all to come in and take some of the plates and finish it. Because we don't have place for food. Except your tummies. Except your tummies, God. Marriage is basically your mom telling you, I'm going to let someone else do your laundry for you. That's what your mom told you, right? You didn't have a happy childhood, did you? My mom doesn't do my laundry, though. Who does, though? So, put two and two together. Really? Arisa. Camera to camera. Hey, you forgot your Tulvia. Abad. Al camera. Khali al camera Tulvia. Abad. حمزة مفروض يغني لنا قبل ما يمشي والله. حمزة مفروض يغني لنا ترى. جيب المفتاح. Hey, make Hamza. Yo, it's your wedding night. Make Hamza sing for you. It's your wedding night, Abad. Easy. Okay, you're gonna do the zafa now. I want you in that room. You don't have to go home. Aina, do it. You have to go home. You have to. And that's his home calling. Home. That's my mom. Awesome. Okay. So I'll see you guys in the studio. Peace, y'all. I'm going to go. Yo, is that both of them are his brothers? Abad, we'll see you whenever you feel like seeing us. Yeah, same here. Nishuvakum ya nas, inshallah. Danjo, take care, alright? Nishuvakum, inshallah. Okay, take care.